طيب ده بالنسبه لدرجات الحراره في محافظات مصر المختلفه النهارده، اما بقى فيما يتعلق بحاله الطقس المتوقعه خلال الويكند اللي جاي ان شاء الله، فدي هنعرف تفاصيلها من دكتور محمود شاهين مدير مركز التنبؤات والتحاليل بالهيئه العامه للارصاد الجويه. دكتور محمود صباح الخير على حضرتك. صباح الخير استاذ كريم، اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ كل الساده المشاهدين ربنا يخليك، كل سنه وحضرتك طيب واهل بيتك بخير يا رب. وحضرتكم بألف خير وكل الشعب المصري بألف خير. اللهم امين. لسه الاجواء ما زالت دافئه حتى اللحظه، يا ترى في اي مستجدات الكام يوم اللي جايين ان شاء الله؟ لا للاسف ما فيش اي مستجدات. بالعكس حلو للاسف، ليه؟ دي حاجه لطيفه. ما زالت الاجواء مستقره الحمد لله، يعني بنقول ان الطقس شتوي بس شتوي دافئ خلال ساعات النهار وبيكون بارد في فترات الليل، خصوصا طبعا الساعات المتاخره من الليل والساعات الاولى من الصباح. والشبوره المائيه الكثيفه للاسف هي اللي عامله مشاكل كثيره على الطرق وبتسبب في حوادث كتير، رغم التحذيرات اللي بتقولها الارصاد الجويه دايما والبيان اللي اصدرته الهيئه والتحذير اللي راح الاداره العامه للمرور وغرفه عمليات دعم واتخاذ القرار واللي قاموا بدورهم بصراحه وتم غلق العديد من الطرق، الا ان برضه للاسف بعض المواطنين برضه يعني زياده السرعه على الطريق او انخفاض الرؤيه بشكل كبير بيعمل حوادث للاسف على الطرق. هو دكتور محمود موضوع الشبوره يعني من الملاحظ انه حتى في كذا دوله من الدول المحيطه بينا بتعاني الايام دي من كثافه ملحوظه في الشبوره غير المعتاد عندهم، فهل ظاهره الشبوره دي الى جانب ان هي ظاهره شتويه تقليديه بتحصل دايما في الوقت ده من السنه بس هي زايده نسبيا عن المعتاد؟ فعلا زايد عن المعتاد، احنا كنا متعودين في شهر يناير وبرودة يناير اللي هو يعتبر كنا بنقول عليه من ابرز شهور العام بيكون في شبورة ولكن بتبقى يومين ثلاثة وبتنشأ حالة من أخرى من عدم استقرار وسقوط أمطار. ولكن طبعا خلال هذه الفترة أو باعتبارا من 21 ديسمبر الماضي ومع بدايات فصل الشتاء الاستقرار شديد جدا في الأحوال الجوية. طبعا التوزيعات التغطية هي اللي مخليها في مرتفع جوي قوي هو اللي مأثر على الشرق الأوسط بصفة عامة، فهو ده عامل استقرار كبير في الأحوال الجوية والمرتفع آخر في طبقات الجو العليا، كل العوامل دي عاملة على حبس كميات كبيرة جدا من الرطوبة على طبقة قريبة من سطح الأرض بتصل معاها الرطوبة النسبية 100% على محافظات شمال البلاد مع هدوء كامل في سرعات الرياح، فبخلي الموضوع مستقر بشكل كبير جدا، ما فيش فرص سقوط أمطار، حاجات خفيفة جدا ولا تذكر. وفي المقابل بقى تظهر ظاهرة أخرى اللي هي الشبورة المائية الكثيفة واللي بتصل بالفعل لحد الضباب وبتتكون بدري جدا، يعني احنا كنا متعودين ان الشبوره بتبقى بعد الفجر، دلوقتي الشبوره بنلاقيها من الساعه 8 9 بالليل بتبدا تتكون على الطرق وبتزيد كثافتها بعد الساعه 12 لغايه الساعه 7 8 صباحا وبعد الساعه 9 بتبدا تتحسن. عشان كده مع الويك اند اللي جاي احنا بنقول مفيش مشاوير بدري يا جماعه، نحاول بقدر الامكان لان كثافه الشبوره هتزيد الجمعه والسبت كمان، فبقدر الامكان نحاول نخرج متاخر شويه بعد الساعه. طب ده فيما يتعلق بالشبوره، طيب برضو على في نفس التوقيت اللي بنتكلم عنه اللي هو الويك اند، هل من المتوقع تغير ملحوظ في درجات الحراره نفسها؟ هل الجو ممكن يكون اكثر بروده؟ هل في فرصه متاحه لسقوط امطار؟ لا الحمد لله الجو مستقر والاستقرار بيزيد ودرجات الحراره اعلى من المعدلات بحوالي درجتين خلال فترات النهار، الطقس بالفعل الشتوي ولكنه دافئ خلال ساعات النهار. فترات الليل الساعات المتاخره من الليل اللي هيبقى موجود بره استمرار ارتداء ملابس شتويه ثقيله، مش عايزين نصاب باي نزلات برد خلال الفتره دي. بخلاف كده الاجواء ما فيهاش اي حاجه، هدوء كامل في سرعات الرياح، ملاحه بحريه معتدله في البحر المتوسط والبحر الاحمر، مهيئين تماما لكافه الانشطه البحريه. افضل الاجواء طبعا اللي بنحاول نتحرك فيها ونحاول نستمتع بالاعياد فيها هي سواء كان شرم الشيخ، جنوب سيناء بصفه عامه، الغردقه، الاقصر، اسوان، المناطق الجميله السياحيه في مصر دي الطقس فيها فوق الرائع بصراحه. طيب دكتور محمود طبعا صباح الخير واهلا بحضرتك. معلش مفيش شتاء لغايه دلوقتي. انا عارفه ان الموضوع ده محزن بالنسبه لي. انا هروح مع حضرتك سريعا بس تاني لنقطه الشبوره وهنا فكره التنسيق ما بين هيئه الارصاد الجويه والاداره العامه للمرور، لان اكيد هيئه الارصاد بتبقى عارفه ومتوقعه يعني نسبه الشبوره والايام اللي هتكون فيها كثيفه، فهل بيكون في تنسيق مع الاداره العامه للمرور علشان يبقى في وعي او يبقى في مثلا تواجد في الشارع بشكل اكبر علشان الفتره تعدي على خير اللي هي فتره الشبوره، هل ده بيحصل يا فندم؟ بالفعل يا فندم احنا في تنسيق يومي وفي تحذير بنطلعه كل 3 ايام بنجدده كل 3 ايام وبيتم التواصل
وارساله الى الاداره العامه للمرور وغرفه عمليات دعم واتخاذ القرار في مجلس الوزراء. كويس. واللي اتفضلوا طبعا بيتابعوا الرؤيه على الطرق، وبيتم غلق الطرق مجرد ما تنخفض الرؤيه عن الحد المسموح. ففي تواصل كامل وشبه يومي تقريبا بيننا وبينهم، بالاضافه زي ما قلت لحضرتك للتحذير اللي بتطلعه الهيئه وبتجدده كل 3 ايام. طب هل في رقم مثلا دكتور محمود لو حد يعني الشبوره كانت عائق بالنسبه له كبير، كان قلقان ان حد مثلا يبقى في نجده بتروح له، هل في مثلا رقم زي كده؟ هو طبعا الجزء ده المعني دي الاداره العامه للمرور اكتر. الاداره العامه للمرور طبعا هي، وبصراحه يعني انا شايفهم بيقوموا في بالموضوع ده يعني على اكمل وجه يعني. فعلا طرق كتير جدا، اكتر من 6-7 طرق النهارده كانت مقفوله، وامبارح كان اكتر من 10 طرق. فطبعا اكيد اكيد يعني هيكون في ارقام في التنسيق بين المواطنين وبين الاداره العامه للمرور. تمام، انا بشكرك جدا انا وكريم، شكرا لك يا دكتور محمود. شكرا. طبعا الفل على حضرتك.